سلمتن يا بناتي. يا سيدات، اتركوني مع أمي وحدنا. جندوكدو، ماذا قال خالك؟ إنه غاضب أمي، وهو يحمل أرطغرل مسؤولية هجوم المغول. استغفرك يا ربي، وماذا سيحدث في المجلس؟ بني، لا تخفي عني الحقيقة، قل لي لكي أعرف ماذا سأفعل. إن لم يتحسن توتكين ويتحدث، فليس من الممكن أن ننقذ أخي في المجلس. لن نسمح لنويان أن يشعل الفتنة بيننا، أي ما أكثر من هذا. لا تدعهم يقتلون أخاك أرطغرل جندوكدو، إن نجح الشيطان نويان ونفذ هذا الأمر، عند ذلك سنخسر الحرب وأرواحنا، وسنخسر كل شيء. لن أسمح أبدا أن يكون أرطغرل طعما لهم يا أمي، لا تقلقي علي. ماذا لو استطعنا إحضار توتكين إلى المخيم؟ ربما يتراجعون عن الأمر وينسون أمر الانتقام من أرطغرل وقطع رأسه. لا يا أمي، إحضار توتكين هكذا لن يكون من مصلحة أخي أرطغرل أبدا، وإنما يمنع سفك دم أخي هو شيء واحد، وهو أن يعود توتكين على قدميه. هذا يعني بأننا سوف ننتظره ليأتي بنفسه غدا، ولم يبقى أمامنا إلا الدعاء له بالشفاء. ما يعزينا أن ابن العربي بجانبه الآن، وأنا سوف أكون معهم وسأطلب منه أن يدعو لنا. إن شاء الله سيتعافى توتكين غدا ويأتي. إن شاء الله يا أمي. حين كنت أنزف رأيت والدكم. أمي، قال لي: يا هيما، لا تستسلمي، وسأفعل ما يريده. قال لي: مهما حدث معكم كوني أنت على رأس أولادي، فهذا الظلام سينتهي والضياء سيسعد من خيمتنا، وسوف يضيء هذا العالم بأكمله، سيضيء العالم. إن شاء الله أمي، إن شاء الله. هيا ارتاحي الآن. يا سليمان،